يعني رجعنا لكم تاني مشاهدينا، وخلينا نرحب بضيفي صاحب المركز الثالث افريقيا محمد عبد الحكيم في ست كرات حمراء. يعني محمد برحب بيك على قناه دي ام سي سبورتس، ونقول يعني بطوله افريقيه بتنظم في مصر، حصولك على المركز الثالث، شايفين المركز الاول ايضا محمد علاء المركز الثاني مصطفى درغام، يعني ده بيثبت ان مصر موجوده افريقيا في مكانه كبيره في مجال السنوكر في الست كرات بالتحديد. يعني تعقيبك ايه على وجود ثلاثه الاوائل من مصر، وايضا تعقيبك على البطوله؟ الحمد لله ربنا وفقنا، احنا اول اربعه كمان مش من مصر، مش اول ثلاثه. البطوله كويسه، التنظيم على اعلى مستوى، حاله التورات جيده جدا، يمكن الحمد لله يعني المنافسه بيننا كمصريين في المربع الذهبي، الاحسن بيكسب، المركز بيكسب، الحمد لله. يعني انا لاحظت حاجه كده في السيمي فاينل، في الفاينلز كان في نقول روح مداعبات على الترابيزات، اللعيبه فاهمه بعض، اللعيبه عارفه طريقه لعب، كل لعيب عارف طريقه لعب اللاعب الثاني، عشان خاطر انتوا متواجدين مع بعض في نفس الانديه، تقابلتوا مع بعض في بطولات محليه بالتاكيد. هل شايف ان دوت ساعد ممكن اللي عارف الثاني اكتر، او اللي عارف يلعب على ذكائه اكتر في الملعب هو اللي قدر يفوز ويحسم اللقب او المركز الاولى؟ يمكن كلنا اصلا يعني اصحاب بره البلياردو على طول مع بعض، المنافسات بتبقى بقى على الترابيزه، ده موضوع تاني، كل الناس فاهمه ده طريقه لعبه ايه، ده طريقه لعبه ايه، بس في الاخر كلنا اصحاب، فالروح دي بتبقى موجوده. يعني في تركيز في الماتش، بس في الاخر احنا ما يعني ما فيش اي نوع من انواع الضغط او العصبيه، لاننا كلنا في الاخر صحاب. طيب خلينا نعرف منك حاجه بعيدا بقى عن نقول بقى التنظيم والبطوله والمباريات والجو ده كله، عايزين نخرج بره اطار المباريات خالص. انتوا كزمايل وكاصحاب موجودين في انديه واحده، موجودين بتلعبوا بعض باستمرار، عارفين بعض كويس جدا، بتخرجوا مع بعض بالتاكيد، ايه الروح اللي موجوده بينكم بره البطوله؟ يعني بالتاكيد مثلا انا لو صديقك فهاجي اقول لك بكره انا خلاص انا هكسبك، زي محمد علاء عمل امبارح، حسيته في منافسه، عارف اللي هو ايه، يعني مع حمودي كان بيقول له ايه، لا انا هكسبك، وانا عارف ان انا هكسبك، والموضوع بالنسبه له بسيط جدا وواثق في ده. فانتوا بتكون روح ديت بتخلقوها مع بينكم وبين بعض، ايه الكلام اللي داير ورا الترابيزات؟ اكيد احنا اصحاب، يعني انا مثلا انا ومصطفى اصحاب شويه، يعني اصحاب اكتر، يعني انا ومحمد علاء، انا ومصطفى، انا صحاب، فبنقعد نهزر، انا هكسبك بكره، لا هو يضحك كده، الموضوع بيبقى مداعبات لحد ما بندخل على الترابيزه بنبتدي بقى خلاص في الجد، لكن بعد الماتش او قبل الماتش الموضوع فريندلي جدا. بينكم وبين بعض كنتوا عارفين ان محمد ممكن ياخد اللقب؟ كان مرشح طبعا، مركز وبيلعب كويس، وهو كان واخد بطولة افريقيا قبل كده ومن ابطال مصر، فاكيد مرشح. يعني يعني محمد بشكرك جدا، واتمنى لك التوفيق دايما، ونشوفك دايما في على مراتب. ربنا يخليك، شكرا. يعني مشاهدينا دي كانت جولتنا واخبارنا اليوم الخامس من البطوله الافريقيه، وتابعنا مع حضراتكم المباراه النهائيه اللي جمعت بين محمد علاء ومصطفى درغام في النهائي، واللي حصل عليها بالتاكيد محمد علاء هو صاحب اللقب الافريقي حاليا. يعني دي كانت اجواءنا النهارده، وهنكون بكره متواجدين معاكم ان شاء الله، وبطوله جديده ويوم جديد من البطوله الافريقيه، ولكن هنستمر معاكم في السنوكر، لان يعني بكده ست كرات انتهت معانا النهارده.